شاكوف مساعد الرئيس الروسي استعداد روسيا للتعاون مع بريطانيا من أجل عقد مؤتمر دولي حول سوريا. وأضاف أوشاكوف أن بلاده تنتظر إشارة من الولايات المتحدة الأمريكية التي توجه إليها ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا بعد مغادرته موسكو، مشيرا إلى تفاهم الجانبين الروسي والبريطاني أثناء قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكاميرون أمس على تنشيط عملية عقد مؤتمر حول سوريا. وأوضح أوشاكوف أن الاتصالات مع الأمريكيين مستمرة بهدف تحديد المشاركين وعددهم وإقرار جدول لأعمال المؤتمر وضرورة تحديد متى وأين يعقد وصفة المشاركين فيه والقرارات الإيجابية المحتملة. من جانب آخر، جددت روسيا تأكيدها أنها لا تفرض حظرا على إرساليات الأسلحة إلى سوريا وملتزمة بعقودها السابقة. وقال مصدر روسي شارك في المباحثات الروسية البريطانية في سوتشي أن الجانب الروسي أعلن الموقف المعروف بشأن إرسال المجمعات الصاروخية المضادة للجو إلى سوريا بعد طرح الموضوع من قبل الجانب البريطاني، مشيرا إلى أنه لا وجود لحظر على إرساليات الأسلحة إلى سوريا، والأسلحة التي ترسل إلى سوريا هي أسلحة دفاعية بالمطلق. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن عقب لقائه نظيريه البولندي والألماني في وارسو أمس أن روسيا تورد الأسلحة الدفاعية لسوريا وفق العقود المبرمة ليكون لديها الإمكانية للدفاع عن نفسها من الضربات الجوية ولا ترسل أسلحة هجومية محظورة.